مره نشوف الدنيا من بره بعين كل اللي هجروها. دي ناس شافوا اللي شايفينه وعرفوا اللي احنا عارفينه، ولما اتصدموا رفضوها ما فكرناش ولو مره نشوف الدنيا من بره بعين كل اللي هجروها. دي ناس شافوا اللي شايفينه وعرفوا اللي احنا عارفينه، ولما اتصدموا رفضوها. ولا دي
ياسر. ايه فل عليك. اصل ايوه شد وانسى يا صاحبي. حلاوتك يا بركات يا ملك الحركات. مين؟ أنا فتحي. طيب على مهلك. الحق يا بركات. فيها فتح؟ البلد مقلوبة والناس كلها حدا ترعى. ايه اللي حصل؟ لو هو وقته من ناحية دي هرمي روحي في المية. ايه ده يا منزل يا ابني؟ اللي بتعمله ده كفر. اللي انت عايزينه ده مش كفر. عايزين تاخدوه مني ليه؟ ها؟ عايزين تاخدوه مني ليه؟ يا عالم يا عالم في حد يستغنى عن حتة منه؟ خلي في قلوبكم رحمة بقى، خلي في قلوبكم رحمة. لا حول ولا قوة إلا بالله، اللي بتعمله ده حرام يا ابني. متخافش يا عم الشيخ حسن، أنا مخبيه من نطرة بس، مش هيجيله برد ولا هيموت. يا أستاذ أنا ما حديش غيره، حرام عليكم، سيبوني وسيبوه بقى، سيبوني وسيبوه. الحق يا بركات، الحق. الولد اللي اتولد على ايدك لحم حمر عايزين ياخدوه مني ويلفوه في ملايه بيضا. هو ساكت ساكت مش بيعيط، هي تعويره صغيره في راسه بس. طب هاتوا يا منسي هاتوا، مش انا اللي شلته هو حته لحمه حمرا؟ سيبهولي اشيله في حضني ادفيه، الدنيا برد ومطره وهو مش هيستحمل كده. سيبهولي هاخده عندي في بيتي ينام في فرشتي في حضني غاليه ودار بركات، ولما الشمس تطلع والسحابه دي تعدي يمكن بكره يبقى احلى من النهارده. هاتوا يا منزل هاتوا. ما كانش ينفع نستنى صلاه الظهر، بعدين ده ملاك ودفنته كان زي الفل من ساعه ما دفنا الواد وابوه مخه اتلحس على الاخر ومحدش عارف يمسكه وطيح في البلد والناس كلها طايحه وراه. ربنا يلطف بيه. يا بركات ما تشيلش هم قوي كده، ده قدر ومحدش بيهرب من قضاء. ومنسي يا عم الشيخ هنسيبه كده. يا رجاله يا رجاله الحقونا يا رجاله الحقونا. يا ابني شفعي شفعي واخد رجالته وطب على المحاسن في بيته والدنيا هناك مقلوبه. هو شفعي ده مش هيجيبها لبره ولا ايه؟ استنى يا بركات يا ناس، حد يجري ورانا يعمل مصيبه، انتوا مش تايهين عنه. الحقونا يا ناس الحقونا يا خال، الراجل هيموت في ايديكم جوه الحقونا. بس يا ولاد خش جوه بقول لك. سيطر على واحده ست كبيره قد امك يا رزق وحياه امك، لا اكون مسطحك زي الدبيحه هنا. كتفوا الكلب ده. اوعى يلا الحقنا يا بركات، عما كفوا المحاسن هيموتوكم. والحق يا عمي. هو ده يا عيال يا راجل الخرفان انت؟ احنا مش كنا متفقين على البيع؟ ايه اللي خلاك تلحس كلامك؟ هو اللي بتربع عين عينك كده يا شافعي؟ بركات الحقني يا بركات، عايزين نبيع قوي اللي راضين اللي حيلتي ونمشي في البلد ضهرنا عريان. كبسوا عليا بربطه المعلم ونشفوا دمي. الراجل كان موافق لحس كلامه. خلي ايدك جنبك يا شافعي. انت بره الليله يا بركات. ما تفتكرش الكلبين بتوعك دول هيحموك ولا تحب اخليهم يحصلوا التالت بتاعهم كده؟ انت جبت اخرك ربوه. شافعي ارض البلد ملك اهل البلد، ولو انت ولا البيت بتاعك فكرتوا تمسوا شبر منها وديني وايماني لا تفهمكوا فيها. وبقولها لك قدام اهل البلد كلهم اهو، انت وكلابك ابعدوا عن الارض. ماشي ماشي يا بركات. استنى يا شافعي. استنى عفيدك يا بركات. ربنا يبارك لك يا ابني في كل اللي بتعمله.
بركات طمني عليك يا حبيبي، عملوا فيك ايه؟ تعال اقعد. ايه اللي في وشك ده؟ انت متعور، احنا لازم نروح المستوصف. ما تكبرهاش كده، دي خبطه بسيطه هتاخد لها كام يوم وتروح لحالها. احناش قد الناس دي، ولا جدتنا حمل سموها، مالك انت بس بيهم؟ لو كنت سمعت صرخه الست وبناتها وهم ميتين في جلدهم، لو كنت شفت كسره الراجل وهو بيعيط وبينكف على وشه، ما كنتش قلت كده. هتفضل لحد امتى بس شايفها؟ طول ما انت واقفه جنبي وصلبه طولي وفارده ظهري. انما ايه اللي خلاك تسمع الاغنيه دي النهارده؟ كل ما تيجي سيره المتخيف اجري ادور عليه عشان اسمعها. مالك يا غالية؟ خايف عليك يا بركة. منسي كمان كان خايف على ابنه وراح منه في غمضة عين. الواد لما خدته في حضني وبصيت في عينيه شفت فيهم الموت وشميت ريحته فيه. أنا كمان خفت يا غالية. كان محلق عليه ماشي ورا زي ظل، متحملش يشوفه متاكل تحت عجل عربية سوقها أعمى ودمه سايح على الأسفلت. لو كنت شفت إيده وهي قافشة فيه تحس إن صوابعه كده معلمة في كل حتة في جسمه، روحه كأنها متشعلقة فيه. لما خدته منه صرخ بصيت لوشه لقيته عامل زي الغية دي، مشقق من كل حتة وروحه كده مكسورة. بتفكرني بالكسرة اللي في عينيكي من يوم ما هدينا الغية عشان الوباء. ما انت عارف غيتي الوحيدة شوية الحمام اللي كنت مربياه. يلا مفيش حاجة بتفضل على حالها، منه لله الوباء اللي خد معاك كل حاجة. ملك يا بركة. بردان قوي. بردان؟ بردان. تعال يا حبيبي تعال. غمضك يا حبيبي. سلام. ان شاء الله. انا استر يا رب استر. دلوقتي شوية الزيت دول يدفعوا عضلي والمية تمص الحرارة. غمض عينيك ما تتشنكش عشان ما تسخنش أكتر يا حبيبي. غمض عينيك. يعني أنت عايزني أحكي لك حدوتة؟ نم بقى. طب والله لأن أحكي لك حدوتة. كان يا مكان في زمن قريب مش من زمان، كان في ولد اسمه درويش وبيقولوا له يا بركات. شاف غالية وهي بتأكل الحمام، بصلها بصتله مسكت العالم وقعدت تنادي على الحمام للغاية وتشاور. بعدها وقف قصاد الدنيا كلها عشان يتجوزها.
لحد ما بقى فوق راسها وهي جوه حنين. مالك يا حبيبتي؟ الشنطة تعبت، هو لو واحدة بيها كده الأمراض بتتعب. يا حبيبتي وريني كده. استني هصلح حالك إن شاء الله هتتصلح. أهي ولا تزعلي نفسك. ربنا يخليك يا خالتي. ربنا يخليك ليا يا حبيبتي. نيتك والزوج والخلف الصار كله بأمره. استنى يا عم النادي الله يحييك. أبلة غالية، دي أول مرة تعمليها وتتأخري أوي كده. غصب عني والله، كويس لحياتك قبل ما تيجي. دخلني الله يخليك. اتفضلي. كتر خير. ناظر ايه الحكايه يا استاذه خاليه؟ طابور الصباح خلص والحصه الاولى بدات. معلش حضرة الناظر، بركات كان تعبان قوي من امبارح، ده انا سايباه مفرفر في البيت وجسمه مولع نار، ده انا حتى جاي على ملاوش. ولو بطل الهباب اللي بيتعطاه ده وانتبه لنفسه، لكن هو عامل لي بطل وبيحارب لي الحراميه. هطلع الحصه بقى. صدقيني انت خساره فين؟ بركات مش خساره في حد، ده كتير على اي واحد. واحده في ذوقك وخفتك وجمالك ازاي صبر على واحد مش دريان باللي حواليه؟ الحشيش لاحظ دماغه. ده جوزي يا استاذ وسندي في الدنيا، وانا من غيره ولا اسوى، ولو في حاجه واحده بس عدله تبقى اني مراته. عن اذنك. يا بختك يا بنت المحظوظه. المجنونه يا منسي ما تخافش. ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ خدوا مني ودفنوه. وانت يا بركه انت ضحكت عليا، قلت لي هتخبي منهم، طلعت زيهم، صدقت انه مات. اهدى يا منسي، اهدى حبيبي، ما حدش فينا ملك نفسه وده قدر. بس ربنا حنين قوي، ما كانش هياخدوا مني. يا منسي روح بيتك، اقفل على نفسك واتوضى وصلي لك ركعتين وادعي له. ماليش غيره، وهو راح. واللي بتعمله ده يا منسي مش هيرجعه. هو ما ماتش، ما ماتش. لا حول ولا قوه الا بالله. هتقول عليا مجنون؟ هتجري ورايا وترميني بالدور زي العيال؟ كلنا حاسين بيك يا منسي، بس اللي بتعمله ده ما منوش فايده. بركات صدقني هو ما ماتش، هو تعب شويه، هي خبطه صغيره في راسه، والخطه لبشت صدره وغربت عينيه، سكت شويه بس ما ماتش. سلم امرك لله. هروح احفر مطرح ما دفنوه واطلعه. هعمل كده، هحفر مطرح ما دفنوه واطلعه واخده ونروح من بعيد ان شاء الله لاخر الدنيا. لا يا منسي اوعى وديني اللي احفر لكم واسفلكم زي ما عملتوا فيه عشان احرق قلبكم. هعمل كده. اوعى بركات ما تستغربش يا ابني، الحزن زي البرومة بياكل العقل. هو الموت قلبه جامد قوي كده؟ مالك يا بركات؟ نفسي اعمل لها اي حاجة تبسطها، والغية دي هي الحاجة الوحيدة اللي ترتاح فيها لحد ما جم بطوق الصحة بقى وهدوها. أمك كمان ليها حق فيك يا بركات،
وانا كمان ليا فيهم حق يا عم الشيخ، بس اعمل ايه بقى؟ هما الاثنين واخدين جنب، هو متربس دماغه وعايز يرجع مصر، وهي قافله على نفسها وساكته. اخوك بيحلم ونفسه يعيش على قد ما بيحلم. يعني يرضيك بيها الارض عشان ياخد حقه يا عم الشيخ؟ زي انت ما بتصلح الغيه دي، اللي مش هيرجع لها طير راضيه من غير ما تبيعه، وهو مش هيرضيه الا البيع، وانا ما اقدرش اخلف وصيه ابويا. امك بعتاني ليك وبتقول انك انت وحشها قوي. فرحان قوي بنفسك وانت عامل زي الحاوي ولمم العيال حواليك وبيسقفوا لك على الهبل اللي انت بتعمله. ياما فرحه الناس بعد ما نصفناهم تسوى كتير. وان شاء الله بقى امتى هشوف لك ولا بيت يفرحوا قلبي. اسمت ياما، عايزه نعمل لها ايه؟ انصب لها المشانق عشان ما بتخلفش؟ ياما غاليه طيبه وبتحبني وانا ما اقدرش اجي عليها. طبعا مادام بتشجعك على الهباب اللي بتشربه ومغيبك عن الدنيا. الهباب اللي بشربه ده يمكن يكون هو ذنبي الوحيد، بنسى بيه همومي وبرمي نفسي في عبه زي ما انا رامي حمولي عليها. يا ابني شرع ربنا بيقول لك ما دام مراتك ما بتخلفش اتجوز. ايه؟ اتجوز؟ اوعى تقوليها تاني ياما، انت كده تبقى مستغنيه عني. اتجوز؟ ما اقدرش، مستحيل، ده انا نفسي ما بيطلعش الا في حضنها وروحي متعلقه في ديلها. يعني يوم ما ابقى مع حد تاني اموت. بعد الشر عليك يا ابن الله. نهايته هتعمل ايه مع اخوك؟ يعني يرضيك بيا الارض ياما؟ وما يرضينيش تبعد عن اخوك. وانا ما اقدرش اخالف وصيه ابويا، وبعدين انا ما بعدتش، هو اللي بعد. خده تحت جناحك يا ابني، انت الكبير. الكبير تعب وما بقاش حمل منهدة ولا مرمطة عيل صغير مش عارف مصلحته فين. ياما شد ودنه يمكن يفوق. يا زلمة مين اللي بيخبط كده؟ ايوه ايوه. طيب الحق يا بركات. في ايه انا؟ اخوك سيد ولاد ابو سليم اتلم عليه ورا المدرسة ونازلين فيه ضرب. يا لهوي ابني. رحمة ابوك ده خليك عبرة لأي حد يبص البنت من بناتنا. تعالى سيبوني. عامل لي رقم يا اهلا. يا واد ناقص كفاية، ما شفتوش بيكلم اخوه ازاي؟ لازم يتربى. في يا بنات؟ هو مين ده اللي هيموتوه؟ سيد اصل اهلها شافوه وهو بيرميلها جواب على باب المدرسه. ده مسكوه بيضربوه. انا خايفه قوي هيموتوه وهيموتوني انا كمان. ما تخافيش يا حبيبتي ما تخافيش. انا خايفه قوي يا ابله. ما تخافيش قلت لك الحقيقه يا ابله غاليه. ويا جدعانه برضه تتلموا على الواد وتضربوه وتهدموه العافيه؟ ده شرفنا يا بركات. وده اخويا تتلموا عليه كده وتضربوه؟ ايه شغل بلطجيه وحراميه؟ خليته اللي بيجوا على الغلابه بقى. واللي انت عملته اسمه ايه يا بركات؟ برد اهانة ولادك يا حاج. اسمع يا بركات، اخوه غلط وعينه زاغت على بنت من بناتنا، وكان حقكم تربوه بدل ما تضرب اخواتها كده. انا ما بصيتش لحد، وزينب انا بخاف عليها زي اختي واكتر، واللي جوايا ليها ربنا بس اللي يعلم بيه. عاجبك كلام اخوك ده يا بركات؟ اخويا زي الفل يا حاج، وارضه في ظهره سنداه. يبقى نلم الشمل بقى بدل ما نفرج علينا الخلق. كلام ايه اللي بتقوله ده يا بركات؟ الاصول يا حاج، انا دلوقتي بطلب منك ايد بنتك لاخويا سيد في الحلال، ومهرها عليا والفرح عندي في البيت. قلتوا ايه؟ مش قلتلك ما تخافيش؟ خد اعظم رزقك. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. حرمني يا شيخ حسن. خليك قاعد. في ايه؟ كنت دايما بتحب تقف في الصلاة جنبي، اشمعنى المرة دي قاعد بعيد؟ ما تزعلش مني يا بركات. ياد يا عبيد، في حد يزعل من حته منه؟ بعد الوقفه اللي انت وقفتها جنبي النهارده انا مكسوف ارفع عيني فيك.
بتحبها قوي يا سيد؟ بحبك انت اكتر يا بركات. يا دي يا كذاب، ده انت لسه مصلي. مش كفاية بقى صدرك بقى زي الشخشيخة وانت بتنازع طول الليل؟ حتى انت يا غالية، ما انت عارف انا ما بتحملش اي وجع يمسك. الواد سيد ليلته قربت ومفيش فلوس. ما تشيلش يا عم، هتتقطع. المحصول قرب يطلع وهيغطي، مش كده؟ قلت لك ما تشيلش هم، كله من خيرك. انا بفكر اخد سلفه من الجمعيه لغايه المحصول ما يطلع. انت ليه بس عايز تشيل الهم؟ وانت هتجيبي منين بس يا غاليه؟ انا كنت بشيل قرشين كل شهر ودخلت بيهم جمعيه، ولما جه موضوع سيد اخوك ده قصدت الست تقبضني بدري. وعملت ده كله امتى وازاي؟ كله من خير. تعبك معايا يا غالية. انت عندي بالدنيا، والدنيا ما تسواش حاجة من غير الضحكة الحلوة اللي بتنور وشك دي. يبقى نخف من ده شوية لو ليه غلوة. حاضر. انت هتقف كده بحلق لي وتروح تعمل لي كوبايه شاي؟ اصل بصراحه شطبت بنفسي شافعي. شطبت ولا لسه قاعد؟ روح ادي اعمل الشاي. روح بدل ما اجيب لك طرفه. روح. معلش يا معلم اتاخرت عليك، دوخني ابن الهرمه. طمني يا رزق، عملت ايه؟ عرق الحنيه ضرب في قفاه ناحيه اخوه ولحس كل كلامه معانا. واد جبان ابن ال. وبعدين الارض دي لازماني موت. بنشوف غيرها. والليلة اللي عملها بركات عند بيت ابو المحاسن قوت قلب الناس، صوتهم عالي، وارض بركات دي بالذات هي اللي عليها العين، وسط ارض الباشا واسماها ولازم يطولها. طب والعمل ده عامل له كمان فرح وحركات، يعني رجعوا لبعض والواد اخوه خلاص ما بقاش معانا. يبقى ما فيش غير اللي اتفقنا عليه. مالك يا والي؟ مالي يا ام؟ مفيش حاجه. وحياه امك بأمارت عينيك اللي عماله تصح من ساعه الواد ده ما جه هنا واستخبيت منه زي الحراميه. واد ايه بس يا ام؟ وحرميت ايه؟ انا قايم. اسمع، اوعى تاذي اخوك يا سيد. هو انا اقدر اعمل له اي حاجه دلوقتي يا ام؟ بركات حط ايده حوالين رقبتي بجميل ما يتنسيش وخرس لساني وخلي اللي ما اقدرش ارفع عيني فيه. انت عايز توصل لايه؟ يوم انا كان نفسي ابيع حته الارض وعيش. لو بعت الارض يا ابني مش هتعيش. خليك جنب اخوك، هتلاقيه في ظهرك، واللي بيهزوك النهارده على اذيته بكره يتداروا عليك ويهرسوك تحت رجليهم. افتكر الكلمه دي وعقلها يا ابن بطني. اما قوم اصلي وادعي لكم يمكن ربنا يرحمكم من سواد نفوسكم.
رجليها ورمت من الوقفه. انا مجهزه لك ميه بملح تحط رجلك فيها هتريح، وبعدها تقوم تقيل لك شويه لحد ما اخلص انا غسيل المواعين. ما بتنسيش حاجه ابدا يا غاليه. على مهلك على مهلك. يلا يلا حبيبتي. استنى مشي رجلك على البخاري الاول عشان ما تتلسعش. المحصول المره دي شكله يفرح. حط رجلك بالراحه. طب حاسبي لحسن ايدك انت تتلسع. انت مش ناوي تروح الجمعيه بقى بركات وتشوف شغلك، ولا هتسيبها لهم كده؟ والله يا غاليه كده زي ما يكونوا ما صدقوا ان هم طفشوني. لحد بيسال ولا بيتكلم. ايوه بس ده شغلك برضو. ما انت عارفاني ما بحبش الحال المايل، واللي بيحصل في الجمعيه ده لا يمكن اسكت عليه ابدا طول ما هم بياكلوا حق الناس الغلابه. الواحد من دول يا ولده يفضل تعبان وشقيان طول الموسم، وبعدين يروح لهم بالمحصول يطلعوه مديون بالسمات. ايش طياره رش ايه؟ ايش كلام فارغ ايه؟ لا يا ستي خليني قاعد في الاجازه كده مرتاح بدل ما اعمل لي مصيبه ولا ارتكب لي جنايه. يعني هسيبها لهم كده مخدره؟ لما يبقى يطلع المحصول بتاعنا ابقى اروح لهم، وساعتها ربنا يسهلها. بقول لك ايه؟ ما تقومي من القعده دي، دي تقطم وسطك. رجلك ارتاحت شويه؟ تسلم ايدك. بقول لك ايه يا بركات؟ احنا عندنا فرح بكره. ايوه ورانا بلاوي. سيبني بقى اقوم اشوف حالي. تعبت معايا. هي الفرحه تعب برضه. بس الاكله بتاعت النهارده دي ايه؟ ترم العظم. يعني تفتح نفس الواحد كده على على ايه؟ على الدنيا. بركات انا مش فايقه روقانك ده. لا ما انا مش هضيع الاكله دي هدر. يعني هتعمل ايه؟ هعمل كده اهو. بركات ايه المواعين يا بركات؟ ده جوه في احلى مواعين هتتغسل. المواعين ده انا عندي حته طبق جوه هيعجبك قوي قوي قوي. الفرح يا بركات. فرح ايه؟ الفرح هتبتدي دلوقتي. ملك يا ست غالي،
انت تعبانه ولا ايه؟ لا تعبانه ايه، انا اصلي ما نمتش كويس. انت تعبتي قوي، ريحي نفسك شويه، الليله دي تخلص وكلنا هنرتاح. انت عليكي حاجات مش عارفاها لك ابدا، وجوزك ده هيفضل حاطط ايده في الميه البارده كده لحد امتى؟ انت مش حامل كل ده. بركات عامل زي عيل صغير متشعلق في ديلي طول الوقت زي ما تكون امي، وانا فرحانه بيه. مفيش راجل يسهل كل اللي انت بتعمليه ده الا بركات. انا مش عارفه يا ست غاليه العيش اللي انت فيه ده بأمرت ايه؟ بأمرت حاجات كتير قوي. هي الواحده مننا عايزه ايه غير راجل يضلل عليها ويصونها ويريحها؟ كفايه اني عايشه في الدنيا دي بحسه. انت عارفه انا اول ما ابقى تعبانه وابص في وشه احس ان تعب الدنيا كله راح. علشان كده لو طولت ايد له صوابع العشره شمع مش خساره فيه. مش كفايه انه خدني على عيبي؟ انا سمعت ان امه عايزه اتجوزه. لو كنت اعرف اني ساعدته مع واحده تانيه كنت انا اللي طلبتها منه، بس مش هيرضي. يا بخته بيك يا ست غاليه. We'll be right back.
بتعوني الفكر وعاشوا بكل احساسهم